رسم النجم الأرجنتيني البسمة على شفاه الآلاف من المرضى في العالم، وأسس منظمة ميسي الخيرية في عام 2007، كما اختارته منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة سفيرة للنوايا الحسنة في 2010. دوما ما كان النجم الأرجنتيني الأشهر في عالم الساحرة المستديرة ليونيل ميسي حاضرا وبقوة في كافة ترشيحات اللاعب الأفضل على مستوى العالم، لكن الأروع هو حضوره في سباق من نوع آخر بين النجوم. إنه سباق النجومية في العمل الخيري والمواقف الإنسانية التي بقدر ما تلامس جراح المتألمين تغزو قلوب العاشقين لهذا النجم المتألق في سماء الرياضة الأشهر عالميا. ميسي لاعب فذ، وهو من أفضل اللاعبين، بل الأفضل في تاريخ كرة القدم بعد مارادونا الذي لم أرى أفضل منه. لكن ميسي يمتاز بأنه جعل من كرة القدم لغزا، بحيث أضحى منافسوه من المدافعين يخافون منه ولا يتوقعوا ماذا سيفعل. أمل من كافة النجوم ككريستيانو وميسي ورونالدو القديم، وهم لاعبون عظماء، أن يتنافسوا خارج الملعب كما هو حالهم داخل الملعب، وبنفس القوة في العمل الخيري. ولو أصبح الأمر كذلك ستكون هي أعظم مباراة لهم، لأن الرابح فيها سيكون الأكثر احتياجا. عديدة هي المواقف الإنسانية الراقية لهذا النجم المتواضع، على غرار مساعدته للطفل فرانكو فاكوندا الذي كان يعاني من مشاكل خطيرة بالقلب، أو تحقيقه لأمنية الشاب ألفونسو غارثيا المصاب بأشد أنواع السرطان فتكا، وكذلك المسن ميغيل حين تمنى كل منهما رؤية ميسي. مع الأخذ في الاعتبار أن ميسي خرج من وضع اجتماعي متواضع حيث وصل إلى إسبانيا في سن صغيرة وكان في حاجة إلى المساعدة، فإن هذا هو ما يحاول أن يفعله مع الآخرين، وهذا لا يفعله مجبرا بأي حال، رغم أن ما لهذا من أثر طيب على صورته أمام جمهوره. إنما أعتقد أنه يستشعر هذا الأمر، وبالنسبة للعديد من اللاعبين فإنه أمر يشعرهم بالسعادة. أراد ميسي أن يكون عمله الخيري عملا مؤسساتيا من خلال دعمه لمشروعات إنسانية في مختلف مناطق العالم، فقد زار العاصمة السنغالية داكار للمساهمة في مكافحة مرض الملاريا، كما تكفل بعلاج ما يقارب 1000 مصاب سوري، فضلا عن تبرعاته للجمعيات الخيرية في دول أمريكا اللاتينية. ثم جاء تأسيسه لجمعية ميسي الخيرية عام 2007 تتويجا لهذا النشاط الخيري الذي آل على نفسه أن يخصص له جزءا مهما من وقته ودخله. تلك المؤسسة التي ركزت جهودها في مجالات ثلاثة: التعليم والصحة والرياضة، والتي من خلالها تم تشييد عدد من المشروعات الصحية والتعليمية والرياضية التي من خلالها تسعى المؤسسة إلى انتشال الأطفال والمراهقين من الوقوع بين براثن المرض والجهل والتشتت الاجتماعي. في اعتقادي أن ما يقوم به ميسي من خلال مؤسسته الخيرية انطلاقا من كونه قد وصل إلى قمة المجد، وباعتباره نموذج لناس كثيرين، له تأكيد على ارتباطه الحميم بماضيه والمكان الذي نشأ فيه والناس الذين لا يزالون بحاجة إلى المساعدة. لم يكن العالم العربي والإسلامي غائبا عن النشاط الخيري لمؤسسة ميسي، سواء من خلال مباراة كرة القدم الخيرية عام 2012 التي خصص جزءا من دخلها لصالح اللاجئين السوريين، أو من خلال حملات التطعيم وتوفير الرعاية الصحية للأطفال في مخيمات اللاجئين بلبنان والأردن. وها هو النجم الأشهر يساهم في حملة لعلاج فيروس سي بمصر. بقدر ما تمنح الجماهير حبها ودعمها وتقديرها لنجوم كرة القدم، بقدر ما تنتظر منهم أن يبادلوهم حبا بحب من خلال دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي ينبغي أن يكون دورهم فيها فاعلا ومبدعا بنفس الصورة التي كانت عليها إبداعاتهم في الملعب. وها هو ميسي ورفاقه من النجوم الساطعة يقدمون درسا للنجوم الصاعدة. حسين منصور لقناة أون تي في، مدريد، إسبانيا.